المغرب يعلن عن اجتماع عاجل بفرنسا والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكون بخير جماعة، بصحة وبسلامة. بهذا فيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا فيديو رح نشوف ما قصة الاجتماع العاجل بين المغرب وفرنسا داخل باريس والتفاصيل مثيرة. وايضا عنا موضوع هام بريطانيا تقلب الطاولة على ماكرون وما حدث هام للغاية. قبل ما نتل الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس عشان تضل دعم توصل، حتى لك يا جماعة خلي الفيديو منتشر، خلينا بشرسة. دعونا نبتدأ بهذا التقرير الجميل الذي شكل صفعة حقيقية لأبواق الجزائر. مؤشر المعرفة سنة 2023، المغرب السادس إفريقيا والجزائر خارج التصنيف. احتل المغرب المرتبة 85 عالميا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تصدرت أمريكا التصنيف العالمي، وجاء المغرب أفريقيا في الرتبة السادسة، فيما احتلت السيشل المرتبة الأولى أفريقيا و39 عالميا. أما ليبيا والجزائر لم يشملهما التصنيف العالمي، وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر المعرفة العالمي يعتمد على قياس معدلات الأداء في سبع قطاعات ذات تأثير في إنتاج ونشر وتطبيق المعرفة، وهي التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، والتعليم التقني والمهني، والبحث العلمي والابتكار، والتنمية الاقتصادية وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى البيئات التمكينية الداعمة للمناخ المعرفي. وهذا يعني أن الجزائر خارج التصنيف. وبما أننا ذكرنا أبواق الجزائر لابد أن نرى هذه الصورة. المسلسل ما زال مستمر. الجزائر، السلطات تداهم مجزرة سرية لذبح الحمير والبغال وتوجيه لحومها للأسواق ثاني مرة بظرف أسبوع واحد. على ما يبدو هذا مسلسل جديد من إنتاج فاشل لأبواق الجزائر. من جديد السلطات الجزائرية اقتحمت مجزرة سرية لذبح لحوم الحمير والبغال وتوزيعها إلى الأسواق الجزائرية على أنها لحوم حقيقية. وحسب ما تداولته أبواق الجزائر، عثر في المكان على عدة ذبائح ورؤوس الحمير وأحشائها الداخلية قبل حشوها وبيعها، إضافة إلى معدات الذبح والسلخ، وكانت المواد جاهزة بطريقها إلى السوق بعين الباردة. وأفادت السلطات الجزائرية أن لحوم الحمير والبغال كانت موجهة للشعب الجزائري، لكن السلطات حجزتهم على الفور. ويأتي هذا في الوقت الذي تعيش به الجزائر أزمة اجتماعية حادة بسبب ندرة المواد الغذائية وغياب عدد منها في الأسواق بالموازاة مع ارتفاع الأسعار. وهذا الخبر يدعو إلى الاستغراب، أي أن أبواق الجزائر ووسائل الإعلام ما زالت تروج فقط من أجل إظهار للشعب الجزائري أنهم يحرصون على راحة المواطن. ومن هذه الفضيحة ننتقل إلى الفضيحة الكبرى. بعد سيارات الأطفال الفيات التي أتت من إيطاليا، الجزائر تروج لخبر مثير الآن. الجزائر تنتج نماذج أولية لطائرات بدون طيار، وهذه هي نراها أمامنا. هذه الطائرات لا تصلح إلا للأطفال. والغريب أن وزير الاقتصاد خرج ليتغنى بهذه النماذج ليقول عنها أنها نماذج أولية من صناعة جزائرية لطائرات مسيرة. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ونتأكد أن إنجازات أبواق الجزائر جميعها جعجعة بلا طحين. وبما أننا ذكرنا الجعجعة بلا طحين، قد رأينا منذ يوم واحد
هذا الخبر، ألا وهو أن المغرب سيستضيف كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023. وهذا البوست الذي نراه أمامنا، خريطة المغرب الكاملة أصابت أبواق الجزائر بالسعار الحقيقي، حيث بدأت تهاجم الكاف والسبب خريطة المغرب الكاملة بصحرائه. والأمر الغريب أن نرى أبواق الجزائر تهاجم الكاف على اعتماد خريطة المغرب كاملة، ونحن نعلم أن الكاف لا يعترف أصلا بالجبهة الانفصالية. هذا المنشور الذي نشرته الجامعة الملكية المغربية الذي تكلم عن احتضان هذه التظاهرة الرياضية، وعلى الفور الجزائر أصيبت بصدمة حقيقية. وعلى ما يبدو بمجرد النظر على هذا الإعلان يصيب الجزائر بسكتة قلبية، خاصة خريطة المغرب كاملة. الآن بعيدا عن هذه الفضائح المتتالية، دعونا ننتقل إلى الصدمات. خرقة البوليساريو الانفصالية تم إنزالها، وأيضا طرد موالين الجبهة الانفصالية بتجمع حاشد لرئيس الوزراء الإسباني. خلال تجمع حاشد لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بمقاطعة بريغش شمال إسبانيا، حاول انفصالي رفع خرقة البوليسيرو، إلا أن عناصر الأمن منعته من ذلك وأنزلتها على الفور. وحسب وسائل إعلام إسبانية فإن الحضور الحاشد من الحزب الاشتراكي أطلقوا صافرات استهجان ونادوا بطرد الانفصالي على الفور المذكور ومرافقيه. وأورد نفس المصدر أن الحدث وقع يوم الأربعاء 12 إبريل بتجمع حاشد دعم به سانشيز المرشح الاشتراكي لمنصب عمدة المدينة القشتالية دانيال دي لا روزا. وقام ذات الشخص بعد وقت قصير من بدء سانشيز بإلقاء خطابه بالتلويح بخرقة البوليسيرو، ليتوقف سانشيز عن إلقاء كلمته ويسمح لرجال الأمن بطرد الناشط الموالي للبوليسيرو. وهذه تعتبر خطوة هامة جدا من بيدرو سانشيز، حيث إنه قطع كلمته ليطرد الانفصاليين. الأمر لم ينتهي هنا، أيضا سانشيز تعرض لمضايقات البوليسيرو بتجمعاته الخطابية قبل الانتخابات. وللإشارة، كان بيدرو سانشيز قد تعرض لموقف مماثل قبل نحو 3 أيام عندما أقدم عدد من النشطاء على التشويش على خطابه في سيغوفيا، حيث عمد هؤلاء على ترديد كم دفع لك المغرب، وذلك في محاولة للتضييق عليه بسبب الموقف من نزاع الصحراء واتساق الحكومة الإسبانية مع السيادة الوطنية للمغرب. ولا يستبعد أن تكون محاولات التشويش تلك ممنهجة ضد بيدرو سانشيز بفعل فاعل، لا سيما وأن المستفيد منها طرف واحد، ألا وهو الجبهة الانفصالية التي ترعاها الجزائر، كما أن عدد المحتجين يعد على رؤوس الأصابع، علما بأن الجبهة استنفذت كافة الوسائل والأدوات الإعلامية والسياسية والحقوقية في سبيل الدعوة للعودة عن دعم مبادرة الحكم الذاتي دون جدوى. وعلى ما يبدو هذه الأطراف الانفصالية من المعلوم من وراءها أموال الغاز والبترول، خاصة بأن أبواق الجزائر أصابتها حالة من السعار من بيدرو سانشيز بعد الموقف التاريخي من إسبانيا اتجاه الصحراء المغربية. الآن من إسبانيا ننتقل إلى أوكرانيا. من كان يتوقع أن أوكرانيا أيضا سوف يصيبها حالة من السعار بسبب الصفقة الأخيرة التي أقامها المغرب مع أمريكا؟ الأوكرانيون غاضبون من حصول المغرب على الصواريخ هامرس الأمريكية. ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هذه الأخيرة منزعجة جدا وغاضبة من موقف أمريكا على بيع راجمات الصواريخ للمغرب في صفقة تبلغ قيمتها 524 مليون دولار، حيث قالت ووتر ريبورت إن وزارة الدفاع الأمريكية لا ترى أي مشكلة ببيع راجمات الصواريخ إلى المغرب، بينما تقول في نفس الوقت إنه من المستحيل توفيرها لأوكرانيا أو بيعها لها، لأن هناك إمداداً محدوداً من هذه الصواريخ ولا يمكن تصنيعها
بعد الآن. ومن هنا نرى على ما يبدو هذه الصفقة الأخيرة التي أبرمها المغرب مع أمريكا لم تزعج فقط أبواق الجزائر بل أيضا أوكرانيا. الآن بعيدا عن جميع ما قلناه، دعونا ننتقل إلى فرنسا. وقبل البدء بالاجتماع الذي حصل بين المغرب وفرنسا، دعونا نتطرق على تقرير أتى من بريطانيا وشكل صفعة حقيقية للديك الفرنسي ماكرون. فماذا جاء بهذا التقرير؟ صحيفة ذات التلغراف البريطانية تقول: ماكرون حول فرنسا إلى فاعل بلا وزن جيوسياسي. اعتبرت صحيفة ذات التلغراف البريطانية أن السياسة الخارجية للرئيس الفرنسي ماكرون التي يبدو أن الدافع وراءها فقط هو تحقيق مجده الشخصي قد حولت فرنسا إلى فاعل بلا وزن جيوسياسي. وقالت إن ماكرون يعتقد أنه يجمع بين العبقرية الاستراتيجية لنابليون والمكر الدبلوماسي لتاليان والمكان البطولية للجنرال دوغول، بينما في الواقع قاد فرنسا لتصبح فاعلا بلا وزن جيوسياسي. وكتبت أن الرئيس الفرنسي ماكرون فعل كل ما يمكن فعله لإحداث فوضى بالداخل والخارج، وبعد أن أوقف الحركة بفرنسا متحديا احتجاجات الشوارع والمعارضة البرلمانية لفرض إصلاح معاشات التقاعد، رأت اليومية البريطانية أن ماكرون خرق صفوف حلفائه من خلال القيام بزيارة دولة كارثية إلى الصين. فمن ناحية قدم نفسه على أنه زعيم أوروبا، الأمر الذي وضع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دي لاين التي تمثل الاتحاد الأوروبي رسميا بموقف حرج، ومن ناحية أخرى أثارت تصريحاته الصادرة من بكين، من بين تصريحات أخرى أدلى بها خلال مقابلة نشرتها بوبليكو، ردود فعل عدائية في واشنطن. وعلاوة على ذلك اعتبرت ملاحظاته استفزازية لدرجة أن خدمة الصحافة في الإليزي حاولت فرض الرقابة على النسخة الإنجليزية حسب ذات التلغراف. وتابعت الصحيفة أنها ليست المرة الأولى التي يبذر فيها الرئيس الفرنسي الشقاق داخل التحالف الغربي، فقبل بضع سنوات صرح أن الناتو ميت سريريا واقترح أن يتم استبدال الحلف في النهاية بجيش أوروبي. مختصر الحديث وبعد هذه التقارير العديدة التي تأتي على ماكرون، نتأكد أن الديك الفرنسي يعاني من مرض نفسي خطير للغاية، وهذا المرض على ما يبدو به بعض من الغرور وبه بعض من فقدان للوعي وتصريحات عجيبة وغريبة وعشوائية. وهذه هي تصريحاته الأخيرة شكلت عليه موجة من السخرية وموجة من الانتقاد الواسعة. ماكرون لا مرحب به لا داخل القارة الأفريقية ولا داخل أمريكا ولا داخل أوروبا، حتى الفرنسيين لا يريدون ماكرون. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. ماكرون أوصل فرنسا إلى الهاوية وما زال ينزل بها إلى القاع. الآن ما قصة الاجتماع بين المغرب وفرنسا؟ مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية تعقد أول اجتماع لها بعد اندلاع الأزمة بين البلدين. عقدت مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم أول اجتماع لها بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. وقالت عضو المجموعة النائبة الفرنسية من أصل فرنسي نعيمة موتشو عبر التغريدة على تويتر أن الاجتماع تم أخيرا لأنه من الضروري العمل على المصالحة بسبب الصداقة الاستثنائية التي تربط البلدين. وقالت موتشو أن الزمن يتغير والجهات الفاعلة قد تغيرت ومستقبل علاقاتنا مع أفريقيا على المحك. وتجدر الإشارة هذا الاجتماع الذي عقد بين المغرب وإسبانيا
كأول اجتماع بعد اندلاع الأزمة بين البلدين أتى بعد أيام معدودة من قرار فرنسا حول تعليق تصدير القمح للمغرب. وهنا يبقى السؤال، نحن نرى أن فرنسا تتخذ خطوات استفزازية تجاه المغرب وسرعان ما تراجع عقلها على الفور، وهذا إن دل على شيء فيدل على أمر واحد فقط، أي أن فرنسا تعلم أكثر من غيرها أن مصالحها الأولى مع المغرب والمغرب رابح رابح. فإذا لماذا هذه الدوامة المغلقة التي تدخلها فرنسا بكل مرة؟ هذا يعني أن فرنسا اليوم أمام خيارين، إما العلاقات الفرنسية المغربية تتجه إلى نفق مظلم، وإما تخضع فرنسا للمغرب، وتعلم جيدا أن المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس. نعم نحن نتكلم عن زئير المغرب، زئير الأسود، ومن تكون الديوك أمام الأسود. حان الوقت لماكرون أن يبتعد عن هذه العقلية الاستعمارية، ويعلم جيدا أن الديك الفرنسي أصبح منتوف الريش، ولم يتبقى إلا وضعه على صينية كبيرة وجعله طبخة على الرفاسة المغربية. وما أجملها من رفاسة مغربية وعلى وجه الديوك الفرنسية. ونقولها تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية، والمغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، ونحن نرى اجتماعات عاجلة، لأن فرنسا تعلم جيدا أنها هي من تحتاج المغرب وليس العكس. على فرنسا أن تعلم جيدا أن المغرب لحدود هذه الساعة لم يستخدم أي ورقة من أوراقه للضغط على فرنسا. على سبيل المثال ورقة الخضروات، ورقة الخضروات وحدها تكفي. أن أوقف المغرب تصدير الخضروات لفرنسا، فرنسا سوف تصاب بالمجاعة الحقيقية، حينها الفرنسيون سوف يعودون إلى العصور الوسطى ويعود لأكل الضفادع والجرادين. أي أن المغرب يستطيع توجيه ضربات موجعة للاقتصاد الفرنسي، ناهيك عن أوراق ضغط عدة. ونقول شكرا لكل حدا واصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تشغلون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب يا سادة وإكسنا كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.